وزي ما احنا متفقين لما بندخل في الجد بنقول سيب الموبايل عشان هنبدا من دلوقتي فقره فار روم. رجعنا لكم وفقره فار روم. اعتقد يا احمد هنروح لحاجات تخص اللي احنا اتكلمنا فيه من البدايه، مباريات نصف النهائي الافريقي وبعض الاراء اللي ما ينفعش تعدي كده لان مدلولها اكبر من فكره المباراه نفسها وهنحتاجها في اللي جاي. كابتن خالد الغندور كان بيقيم الحكم، بس بيقيم الحكام على اي اساس؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه عشان عندنا مخاوف فيما بعد وحاجات كمان تبين لنا راي كل واحد بيكون ليه وعايز من الرأي ده إيه؟ نشوف رأي كابتن خالد الغندور في لعبة هامة جدا وهي الكرة بتاعت أحمد عيد في مباراة الزمالك والرجاء اللي هي مفترض إن هي ضربة جزاء. كابتن خالد الغندور شاف اللي بيقول إن هي ضربة جزاء إيه؟ نروح ونشوف. سفيان رحيمي بيشد إيد أحمد عيد لتحت، وجبت الصورة وناس ركزت على الإيد وهي ممسوكة وبيشدوا وبيسحبوا لتحت، وقع أحمد عيد ووقع سفيان رحيمي، وفي الآخر الحكم نيانتي ما حسباش. ابتدى استوديوهات البي ان سبورتس والناس طبعا هنا اللي بتحب نادي تاني أو ضد نادي تاني أو كلام من هذا القبيل تقول إن الهدف إن الكرة ضربة جزاء مليون في المية. أنا آسف، اللي يقول إن كرة أحمد عيد وسفيان رحيمي دي ضربة جزاء دول ناس ما بتفهمش في الكورة. قولا واحدا والله، ما بتفهمش في الكورة، أو فاهمين وشايفين بس شايفين إن لو هم قالوا كده هيبقى يعني لا لازم نطلع إن الحكم غلط وإن الزمالك كان عليه ضربة جزاء. هيبقى في غرض، في غرض. لكن انت لو لعيب كوره وبتعرف تتكلم كوره وبتشوف الموضوع بقى والكوره مين شادد ومين عامل وبتاع هتبان لك الصوره واضحه، لان الصوره ما بتكذبش. والله العظيم انا بتشائم من فكره قولا واحدا دي، لان هو ما كانش قولا واحدا وما كانش اللي بيقول ان هي ركله جزاء ما بيفهمش كوره، مش احنا اللي هنرد يعني. بص انا دايما بختلف على فكره ان اي حد يختلف في الراي يطلع يقول لك اصل انا بكلم اللي بيفهموا كوره، اصل اللي ما بيفهموش كوره بيقولوا كذا. يعني ده اصلا يعني اسلوب مش ظريف في التعامل. انت ممكن تقول له راي مختلف، لكن انت بس ما يعني يا كابتن خالد ما قلتش ان هو ما بيفهمش كوره، ده انت قلت يا اما له غرض. طب هو الكابتن ميدو الزملكاوي اللي اعلن ان هو من اسبوع فات كل الدعم لنادي الزمالك من خلال برنامج محايد في قناه محايده كمان لا بيفهم كوره ولا في غرض؟ نسمع الخبير التحكيمي جلاجر مع الكابتن احمد حسام ميدو ونرجع نعقب. وانا بيسعدني ان انا اكون معايا ديرموت جالجر، واحد من اهم الحكام في تاريخ البريمير ليج. يعني طبعا انا سالته على الكره الاول بتاعت احمد عيد، الكره اللي كان عليها جدال كبير جدا اللي احنا شايفينها قدامنا، وانا والله ما اعرفش هو كان هيقول ايه يعني، بس الراجل بيقول ان هي بينالتي على احمد عيد لصالح الرجاء. اكيد جالجر ما عندوش اغراض، واكيد ان هو راجل خبير تحكيمي بيفهم مش في الكوره بقى، وانت مش بتكلم في خطط، لا بيفهم في قوانين كره القدم كحكم. وبما ان الكوره فيها بعض اختلاف وجهات النظر يبقى نهدي شويه نغمه الانتقاد للمختلف معاك في وجهه النظر. يبقى مش قولا واحدا اهي، يبقى مش قولا واحدا بالدليل. بص هو فيش حاجه بيقولها كابتن خالد غندور لها علاقه بقولا واحدا اصلا، عشان هو نفسه ما بيقولش قولا واحدا. تعالوا بقى نشوف سيكازوي لما كان في مباراته مع النادي الأهلي وكان في شك في ركلة جزاء الوداد اللي اتحسبت على محمد الشناوي، كان رأيه في الحكم إيه؟ وهل كان قولا واحدا ولا ما كانش كان قولا واحدا؟ نطلع ونشوف الفيديو. حكم اللقاء النهارده يعني يمكن انا شايف بعض اصدقائي الاهلاويه كاتبين يعني ان حكم وحش وبتاع، يعني مع احترامي يعني حكم كويس جدا. انا شايف ان هو احتسب كور سليمه معظمها، الانذارات سليمه، ضربة الجزاء حتى اللي احتسبت في بداية أو في نهاية الشوط الأول لفريق الوداد من وجهة نظري ضربة جزاء، لأن إما محمد الشناوي جه يعني يتفادى الكرة اتزحلق، يعني هو عمل رجل كده كده وراح متزحلق كده، راح متزحلق كده، الزحلقة دي هي دي اللي خلت بجسمه يخش في اللاعب.
واللاعب كان ذكي انه خد ضربه جزاء وكره من وجهه نظر ضربه جزاء. ايضا الحكم كان كويس جدا من وجهه نظري، بل بالعكس في بعض الاخطاء قد تستحق للفريق الوداد احتسابها عكسيه. يعني مفيش حاجه ممكن نقولها في هذا اللقاء، يعني الحكم تسبب في اي شيء. شفتوا التدرج في المنطق؟ الحكم اللي بيقول عليه حسب لعبه على الزمالك كان مفترض تتحسب ما بيفهمش كوره، والحكم اللي حسب لعب على النادي الاهلي فيها شك كبير، لا ده حكم مثالي. انا حسيت ان هو بيتكلم على كولينا، رجعنا لزمن الحكام اللي ما بنشوفهم افضل. لا حاجه صعبه جدا صحيح هو شايف كده، وهو شايف ان الحكم ده مميز. تمام هنمشي مع القولا الواحدا اللي قاله، بس اعتقد انت عندك قولا تاني خالص. هو مش انا اللي عندي قولا تاني، هو الحقيقه الكابتن خالد غندور كان كمان بيلوم على ان النادي الاهلي او جماهير بعض جماهير الاهلي بتشكك في سكازوي، فهو طالع بيتكلم عنه باشاده، لكن هو بنفس السكازوي لكن راي مختلف للكابتن خالد غندور. نروح بقى لماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز يعني انا اسف وانا بقول قولا واحدا، انا بشوف هل الحكم هيبقى له غرض او تقنيه الفار، وتقنيه الفار في ماتش بيراميدز هي القصه مش الحكم. اللاعب بعد ما وقع هما الاثنين واتحسب فاول على محمد فاروق، العربي الناجي برد فعل راح برجلين الاثنين راح تك في جنب محمد فاروق، خلاص قولا واحدا كره طرد فش حاجه. فتقنيه الفار، الحكم الذنبي اللي كان قاعد على تقنيه الفار اللي كان موقوف قبل كده 5 شهور واللي كان النادي الاهلي معترض عليه واللي حسب ضربه جزاء مشكوك فيها ضد النادي الاهلي في ماتش الوداد ضد محمد الشناوي، هو اللي قاعد على تقنيه الفار. فالطبيعي والمنطقي ايوه يا نيانت في طرد 3000%، تعال شوف الكوره اتفرج عليها وشوفها. تمام قعد ماسك نيانت البتاع كانهم بيستعبطوا علينا، يعني بيستعبطوا على المشاهدين وبتاع فلا. وبعد كده المخرج عاد مره وراح قاطعها وما عادهاش تاني، وبالتالي كان الموضوع ده تقريبا اول 12 13 دقيقه بعد 11 دقيقه كان هيتم طرد العربي الناجي ويلعب نادي نهضه بركان ناقص واحد طول المباراه. اذا قولا واحدا شكرا بيراميدز، انت بطل الكونفدراليه لو اتخذ القرار العادل السليم اللي يرضي ضمير الحكم وضمير بتوع تقنية الفار. لكن قولا واحدا ما حدث من حكم الفار الزنبي يدل ان هو حكم ما عندوش ضمير. مسابقة حلقة النهاردة، اذكر كم مرة قال الكابتن خالد الغندور قولا واحدا سيكازوي الحكم اللي كان كويس جدا في مباراة الاهلي والوداد تحول لحكم ما عندوش ضمير. انت متخيل؟ انت هنا بقيت تقيم فكره الحكم بقى كشخص مش كاخطاء. والاهم من كل ده الكابتن خالد غندور بيطلع بعض المصطلحات اللي هي ممكن تؤخذ، يعني لما اقول بما ان ما حصلش طرد في الدقيقه 8 يبقى شكرا يا بيراميدز انت بطل الكونفدراليه. ده قدام مين؟ نهضه بركان. نهضه بركان ده مين؟ اللي كان بيلعب نهائي الكونفدراليه اللي فاتت. يعني يا كابتن خالد لو جبنا لك لاعب كان يستحق الطرد في وجود الفار ما اتطردش في مباراه نهضه بركان ونادي الزمالك الموسم اللي فات، نقول له شكرا انت بطل الكونفدراليه. لقطه جنش واضحه وصريحه اللي كان المفروض يتطرد في المباراه دي مرتين، في الدقيقه 40 دي اللقطه او الدقيقه 41. طبعا جنش في وجود الفار، لكن طبعا كان في وجود الاثيوبي بملاك سامية اللي انا بتمنى من ربنا ان هو ما يجيش خالص. عندك خالص مشكلة معي. ما يجي صعب. انا حاسس ان هم محوشين. انا اقدر يعني اتقبل اي حكم حتى لو هو بيحجم مباراه، لكن الا ده، لان هنا الفار واضح جدا ده كان المفروض يكون طرد يا كابتن خالد، والنتيجه 0-0 لجنش. مين جنش؟ جنش اللي لعب ركلات الترجيح اللي فاز نادي الزمالك بالبطوله من خلال ركلات الترجيح، يعني كان دور مؤثر في الفوز بالبطولة. ده الأهم، إن جنش في قرارات الترجيح كان هيطرد تاني لولا الحكم اللي أنا خايف منه واللي بدأ ربنا إن هو ما يجيش. أنا ده قولا واحدا بقى كابتن خالد، غير التلاتة أربعة قولا واحدا اللي في الفيديو يا فارس اللي احنا استعرضناه. أنت شفت عمل التناقض في شهادته في سيكازوي
والتناقض اللي بعدها على حسب الاهواء. يعني انا اصلا لو سكازو حد بيتهمه بحاجه وقالوا له روح هات شهاده اتنين شهود ان انت حكم ممتاز، اول واحد يا كابتن خالد هيكلمك انت، لان انت رايك ده لو هيحكم مباراه الاهلي بالظبط لا يبقى كده مش هيكلمه. احنا هنا وضحنا ازاي الامور بتقيم، لان لازم الجمهور وهو بيتفرج يبقى عارف الاراء. مش قصه على فكره كابتن خالد الغندور قال ايه خالص والله، انما القصه ليه بيتقال امتى في اوقات مهمه جدا من البطوله، لان الكلام احيانا بيقال انه قولا واحدا ولكن بيكون الحاجه الوحيده فيه ان هو كلام مش حقيقي بالمره.